مشاهدينا سعد الله اوقاتكم، اهلا بكم الى النشرة الجوية التي نستهلها باحوال الطقس المرتقبة يوم الاربعاء. اذا عودة الاضطراب الجوي، وذلك باجواء باردة نسبيا وغير مستقرة مصحوبة بامطار احيانا نشطة على المناطق الوسطى والشرقية وكذا شمال الصحراء. نرتقب ايضا تساقط بعض الثلوج على المرتفعات التي يفوق علوها 1000 متر. اجواء صافية على باقي المناطق الصحراوية وهذا مع رياح ضعيفة إلى معتدلة، ويرتقب تسجيل طقس غائم لصباحة الأربعاء وممطر على المناطق الساحلية وحتى المناطق الداخلية، ومن صافية إلى مغشط مع بعض الأمطار المحلية بشمال الصحراء وحتى شمال الواحات، بينما تبقى الأجواء صافية بباقي المناطق الجنوبية وهذا مع رياح ضعيفة إلى معتدلة محليا. فيما يخص درجات الحرارة الدنيا لصباحة الأربعاء ستصل إلى 8 درجات لكل المناطق الساحلية، 0 درجة ببتنا والأغوض، درجتين تحت الصفر بالبيض، ودرجتين لكل من بشار والأغوط، في حين سنسجل 5 درجات بالواد. أما بالمناطق الجنوبية فسنسجل 4 درجات بتندوف، 5 درجات بأدرار، 8 درجات بعين صالح، ودرجتين لكل من تمنست وإليزي. وفي الظهيرة تبقى الأجواء غير مستقرة مع تساقط الأمطار بالمناطق الساحلية والداخلية، سحب عابرة بشمال الواحات والصحراء أيضا تكون كثيفة بالجنوب الشرقي، بينما تبقى الأجواء مستقرة بباقي المناطق الصحراوية وهذا مع رياح ضعيفة إلى معتدلة. وبالظهيرة تكون درجات الحرارة باردة نسبيا، حيث ستصل إلى 14 درجة لكل من وهران والجزائر العاصمة، 16 درجة بعنابة، 8 درجات بباتنا، 12 بالأغوط، و 6 درجات بالبيض. أما بالمناطق الجنوبية سنسجل 20 درجة لكل من تندوف وإليزي وحتى عين صالح، و 21 درجة بأدرار، و 16 درجة بتمنراست. أما لليلة الأربعاء إلى الخميس نرتقب بعض الأمطار على المناطق الساحلية، سحب عابرة إلى ممطرة أحيانا بالمناطق الداخلية، سحب كثيفة شمال الصحراء والتي تمتد أحيانا إلى الجنوب الشرقي، بينما تبقى الأجواء مستقرة بباقي المناطق الصحراوية وهذا مع رياح ضعيفة إلى معتدلة محليا. فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح ما بين 6 درجات إلى 8 درجات بكل المناطق الساحلية، درجتين تحت الصفر بالبيض، 3 درجات بالأغوط، ودرجتين أقول عفوا 0 درجة بباتنا، وسنسجل بالمناطق الجنوبية 5 درجات بتنوف، 4 درجات بأدرار، 7 درجات بعين صالح، ودرجتين بدمنست، في حين سنسجل 4 درجات بإليزي. أما للملاحة والصيد البحري ليوم الأربعاء فسيكون البحر قليل الاضطراب على السواحل الغربية، وهذا وفق ستصل سرعتها إلى 30 كيلومتر في الساعة، ومضطرب بالسواحل الوسطى والشرقية وهذا جراء ريح ستصل سرعتها إلى 40 كيلومتر في الساعة. نختم هذه النشرة الجوية بالمعلومات الفلكية لشروق وغروب الشمس التي تخص الجزائر العاصمة ومختلف ولايات الوطن. إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا على المتابعة وفي أمان الله.